السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا كل مشاهدينا، تحية لكم كبيرة من عند اخوكم صلاح الدين فرحاتي. اليوم غادي نعيش واحد الأجواء زوينة في واحد البلاصة زوينة سميتها دار الطبيعة ببوسكورة. كاين مناظر جميلة جدا، خليكم معايا يلا باش نشوفوها. يلا حنا طلبنا العساس خلينا ندخلوا هنايا باش نكتشفوا هذا المكان، هذا اللي هو مكان جميل جدا. انا بعدا شخصيا استمتعت. شكرا للسيد اللي خلانا ندخلو، شكرا ليه بزاف. كيف ما كتشوفوها نتوما الاجواء زعما رائعه جدا. هذه البلاصه سميتها دار طبيعه، جيو ليها اكتشفوها ان شاء الله من بعد ما تصلح وداكشي. دابا هي مازال في طور الاصلاح. مرحبا بكم. كيف ما لاحظتوا هذه البلاصه هذه ديال الفراخ، فهاد الدار الطبيعه غادي يكون هذه البلاصه هذه فيها جميع انواع الطيور. جميع انواع الطيور غادي تكون هنايا ان شاء الله مستقبلا. غادي تجيو تكتشفوا هذه المنطقه هذه، تكتشفوا هذه دار الطبيعه وتكتشفوا كاع الديكورات اللي فيها. هذا هو هذه البلاصه هذه غيكون فيها جميع انواع الطيور. يلا خليكم معنا نوريكم حاجه اخرى. يلا كيما كتشوفوا ها هي دار الطبيعه. حنا غادي نهبطوا شويه لتحت وغادي نشوفوا بزاف ديال الديكورات. شي حاجه الهربه شي حاجه يا سلام. يلا بقاو معنا. كيف ما كتلاحظوا كلشي هنايا ديال العود، هاد دار الطبيعه كلشي ديال العود، كلشي مبني بالعود هنايا. كيف ما كتلاحظوا ها نتوما ها هو العود، كلشي عود ديال هادو بالعود، كلشي بالعود. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا على ما كنعرفتوا كاين بالعود، كلشي العود، وكاين الحجر، كاين الديكور ديال الحجر هنايا. وحنا نمشيو شي شويه لهيه ونشوفوا عاوتاني شنو كاين. كيف ما كتشوفوا قلنا ها هما كاينين مجموعه ديال الديكورات هنايا، ولكن هادشي مازال ما تصلحش مزيان. يعني هذا في طور الاصلاح. يعني كاين شي حاجه تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا هنايا غادي يكونوا بزاف ديال بحال منتجع سياحي هنايا غادي يكون في بوسكورة دار طبيعه. اللي بغى يجي ليها مرحبا والف مرحبا. انتم كيف ما كتشوفوا ديكورات شي حاجه يا سلام. صحابي اخواتي احبابي ها انتم كيف ما كتشوفوا قلنا مجموعه ديال ها انتم، كاين نخل، كاين الطبيعه، كاين الشجر، كاين نخل، كاين بزاف ديال الديكورات هنايا. يعني منطقه غادي تكون هنايا غتكون شي حاجه زعما السلامه ديال الله كما كنقولوا. ها انتم كتشوفوا شي حاجه متعه متعه متعه. حنا دابا خرجنا من دار الطبيعه ببوسكوره. هذا هو المنظر كيف ما كتشوفوا، المنظر من على برا، ولكن ماشي من الجهه ديال الباب، من الفوق. من هنايا كيبان منظر رائع جدا كيف ما كتلاحظوا. يا سلام. وهذه الطاقه الشمسيه ديال دار الطبيعه ببوسكوره كيف ما كتشوفوا، مشروع جميل جدا. وهنا يعني الطاقه الشمسيه، يعني ما يحتاجوش الكهرباء ولا شي حاجه، غير بالطاقه الشمسيه. وهنا منظر جميل جدا هنا في هذه الغابه ديال بوسكوره. ها راهي دار الطبيعه اللي كنا داخل ديالها. اذا ما بقى لي الا نشكركم، شكرا لكم. نتلاقاو في فيديو اخر. معكم اخوكم صلاح الدين فرحاتي. تهلاو سلامه.